Aujourd'hui, dans le table ronde, nous avons discuté les relations bilatérales entre le Maroc et le Kazakhstan. Bien sûr, nous avons, j'ai parlé à propos de l'histoire de cette fête, la fête de l'indépendance de la République du Kazakhstan. Cette année, nous avons fêté 31e anniversaire. Et le Maroc est un des premiers pays qui a reconnu l'indépendance du Kazakhstan. Mais je voudrais signaler que notre relation prend son racine de notre histoire des siècles. Et comme nous avons ici parlé, qu'il faut élargir notre relation dans les recherches, dans l'enseignement, dans la culture, dans le domaine spirituel. Juste il y a quelques semaines, il y a une visite de grand mufti du Kazakhstan. Il a signé un accord avec le ministère des Affaires islamiques, un accord dans la coopération islamique. C'est le début de notre... C'est pas le début, mais c'est le début de notre travail ici de cette année. Et je pense, Inch'Allah, prochainement, nous attendons au Kazakhstan la visite des ministres de la Santé, de l'enseignement. السلام عليكم معكم الأستاذ فؤاد الغزيزر أستاذ باحث في جامعة الحسن الأول كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية اليوم كنا على موعد مع مائدة مستديرة نظمتها سفارة كازاخستان بالرباط بمناسبة الذكرى 31 لاستقلال البلاد وكذلك لتأسيس العلاقات المغربية الكازاخية تناولت المائدة المستديرة مجموعة من الآراء والأفكار أهمها بأن كازاخستان حققت مجموعة من الإنجازات في ظرف قصير جدا فقط 30 سنة أو 31 سنة على الاستقلال ووصلت إلى ما وصلت إليه وتطمح في المستقبل بأن تكون ضمن 30 دولة عالميا كذلك تناولت المائدة المستديرة المؤتمر العالمي الذي تنظمه كازاخستان وهو حول حوار الأديان والذي شارك فيه مؤخرا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد التوفيق للمرة الثالثة على التوالي كذلك تناولنا العلاقات المغربية الكازاخية وكيفية تطويرها في المستقبل ولعل أجمع المتدخلون على أن المدخل الثقافي هو الطريق الأيسر لتعزيز العلاقات المغربية الكازاخية إدريس اليعقوبي إعلامي اليوم تتحتفل كازاخستان بالذكرى 31 ديال الاستقلال ديالها والسفارة ديال كازاخستان هي من السفارات الأكثر حيوية ونشاطا هنا في المغرب من خلال التجربة اللي كانت عندي معهم وأنا جد سعيد لأن توجهت لي واحد الدعوة من السيدة السفيرة باش نهضر على التجربة ديالي اللي كانت في كازاخستان في شهر سبتمبر الأخير كانت تجربة في الحقيقة غنية بزاف لأنه اكتشفت واحد البلد جد متطور جد متقدم وبلد سياحي وعنده عمق ثقافي كبير والناس ديالو ناس معروفين بحفوة الاستقبال إذا أنا مشيت في شهر سبتمبر وكنت حضرت لهذاك لو كونغري مونديال مؤتمر عالمي ديال رجال الدين وزعماء تقليديين اللي جمع اكثر من 90 بلد اللي كانت حاضره وتتمثل كاع الديانات بمختلف اشكالها اللي كاينه في العالم وكان لقاء كبير حضروا فيه شخصيات بارزه بحال بابا الفاتيكان حضر مفتي الازهر المغرب كان ممثل من طرف وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه هو كان حاضر اذا كانوا بالإضافة إلى ديانات أخرى كالمسيحية واليهودية والبوذية وكازاخستان هو بلد جميل وتعرف بأنه معروف بأنه فيه مجموعة ديال العرقيات ولكن كلهم يعيشوا في سلام وفي ود وأنا زرت ثلاثة ديال المدن اللي هي العاصمة أستانا ومدينة تركستان ومدينة ألماتي ومدينة فيما يخص تركستان تقريبا تتشبه مدينة فاس عندنا في المغرب هي مدينة روحية عندها واحد العمق ديني بحكم تواجد واحد الموزولي ديال أحد كبار المتصوفة في العالم اللي هو أحمد إيساوي وبالنسبة لألماتي وأستانا
هي مدن جد متطورة وجد متقدمة بالشوارع ديالها، بالمناظر ديالها، بالمساحات الخضراء. وحنا وكان مجموعة ديال القواسم مشتركة ما بين المغرب وكازاخستان، تنتقاسموا انه احنا كلنا بلدان تعيشوا في سلم وفي وئام وفي تعايش، ودائما تحاولوا ينشروا ثقافة التعايش. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.